يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات 2020 في اكتر الابراج اللي هيكون عندها استقرار وهدوء. ابراج هتحس ان هي مرتاحة جدا جدا عن 2019. يمكن الابراج دي كان معظمها بيمر بمشاكل كتير في 2019، ضغط نفسي، ضغط عصبي بشكل كبير جدا جدا. الاستقرار والهدوء عندهم هيكون بشكل تلقائي، يعني هيكون حياتهم ماشية بشكل تلقائي جدا، وحاجات كتيرة هتساعدهم على الهدوء والاستقرار، وهم نفسهم عايزين ده. هم نفسهم بيعملوا او بيخططوا لحياتهم ان يكون فيها استقرار. اول الابراج اللي كانت يعني تعبانة جدا وفي ضغط كبير عليها، ضغط نفسي بشكل يعني بنسبة كبيرة في طول السنة أو مجموع الشهور، أولهم هيكون برج القوس، هو اللي هيكون أكتر الأبراج هدوء واستقرار في 2020. برج القوس هيكون عنده استقرار عاطفي، على الرغم ممكن يكون في آخر 2019 وأول 2020 هيكون في بعض لسه التقلبات، ولكن التقلبات اللي هي ما قبل الاستقرار أو الهدوء. فبرج القوس هيكون عنده عايز يكون في استقرار عاطفي، استقرار من ان هو يكون في عمله اكتر استقرارا، يكون واخد حقه بشكل معقول، ما بيدورش برج القوس على ان هو يحارب او ان هو يكون داخل في معركة كبيرة او حاجة هو مش مخطط ليها، ولكن كل اللي بيتمناه برج القوس سواء رجل او امرأة هي راحة البال، اني اكون مستقر، ان يكون نفسي هادية واتعامل مع ناس نفسهم هادية. برج القوس هياخد قرارات كتيرة في 2020 دي يكون فيها او هتكون سبب ان يكون عنده استقرار وهدوء عاطفي، عملي، اجتماعي في امور كتير من اموره الحياتية. اما البرج الثاني وهو برج الجدي، برج الجدي كان عنده معاناة نفسية، يعني بداخل نفسه كان بيفكر في حاجات كتير جدا، كان دايما عنده تقلبات في الفكر، تقلبات في ان هو قراراته مش عارف يعمل ايه، بيحس كتير ان الدنيا معنده معاه. كان برج الجدي في منهم كتير بيصعب عليه نفسه، كان عندهم بعض المشاكل الاجتماعية، ولكن هيكونوا اكثر استقرار واكثر هدوء بسبب ان هم هيكون عندهم قدرة على الحوار، وان هم يقولوا اللي تعبهم ايه ويتكلموا ويفضفضوا اللي جواهم، لان بطبيعة برج الجدي ان هم ما بيفضفضش اللي جواه، ما بيقولش اللي جواه. فبالتالي هيكون برج الجدي عنده حتة ان هو لا انا هتكلم لاني انا فاض بيا خلاص، وان لما تتكلم يا برج الجدي ده يساعدك كتير كتير جدا جدا في ان انت تكون عندك هدوء، وحاسس ان الناس مش حق يعني مش مزودة همك، بل بالعكس هم شايلين معاك. كمان الاستقرار اللي هيكون موجود عنده مش استقرار اجتماعي بس، او ان هو هيكون بقى يقدر يتكلم مع الاهل ويتكلم عن الحاجة اللي هو حاسسها، لا مش كده وبس. كمان برج الجدي هيكون عنده استقرار عاطفي، لان كتير من برج الجدي كان عنده مشاكل في نهاية 2019، قرارات، تصليب رأي، ضغوط نفسية جدا. فبالتالي هتلاقي شخص هيكون من حد من القريبين منك جدا يا برج الجدي هو اللي هيخرجك من الهم ده، هتبدأ ان انت تعيش اجواء كويسة على نهاية شهر 12 في 2019، وهتبدأ بقى تحس بان المعاناة خلاص راحت، بقى في استقرار، في هدوء، بقيت تعرف تاخد نفسك بشكل كويس من بداية 2019، هتحس ان الدنيا معاك بقت افضل كتير، بقت اهدى كتير. اما البرج اللي بعد كده وهو برج الثور، برج الثور كان عندك كتير خلافات عائلية، كان عندك كتير مشاكل، مش خلافات عائلية بمعنى خلافات عائلية، ولكن كان في بعض الأيام في 2019 أو مؤخرا في 2019 بقى عندك نوعا ما من الخوف، الخوف من المستقبل، الخوف ان انت يكون عليك الحمل كله، ضغط كبير قوي قوي عليك، اختيارات وقع عليك وانت خايف من نتائجها، خايف ان النتائج تكون مش عليك بشكل صحيح، او ان انت خدت قرار غلط او لا. اللي بيديلك رأي
هو بيدي لك رأي بشكل يعني بيقل من رأيك، وبالتالي بيفرض رأيه هو عليك، فانت ما بتحبش الاسلوب ده تماما، فده بيزود خوفك من المستقبل، او ان انت خوف من النتائج، فبالتالي بيكون عندك مفيش هدوء في حياتك او مفيش استقرار. اما هتبدأ انك تستشير حد هيكون من اصحاب العلم او اصحاب الحاجة اللي انت تايه فيها يا برج الثور، وهتبدأ انك تاخد وضع الاستقرار والهدوء، وده هيكون برضو من بدايات الربع الاول من 2020. يعني هنقدر نقول من اول الربع من 2020، يعني نقدر نقول اول شهر او تاني شهر او تالت شهر، يعني ببداية السنة، مش على اخرها ولا ايا كان. فهيكون عندك استقرار هدوء، ولكن هيكون في ضغط، يعني هيكون في ضغط عملي. الابراج اللي انا بتكلم عنها النهاردة هي مش معنى ان في استقرار وهدوء فهي بعيدة عن الضغط العمل، بعيدة عن الضغوط الحياتية اللي لازم تكون موجودة، واللي يقول لكم ان السنة هتبقى بامبي 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 عليكم، واستقرار وهدوء طول حياتكم، ومفيش ولا ضغط خالص، يبقى بيضحك عليكم. مفيش حاجة اسمها كده، كل الناس بتمر بمشاكل وضغوط، وحاجة طبيعية جدا. كمان خلوني اتكلم على البرج اللي بعد كده اختصارا للوقت، هو برج الاسد. برج الاسد انت يعني كان عندك معاناة، ده اللي اقدر اوصفه. المعاناة هتكون مستمرة ولا لا؟ المعاناة هتكون مستمرة ولا لا؟ هي هتكون مستمرة بشكل قليل جدا، مش زي اللي فات تماما، ويكون عندك قرارات وعندك ذكاء قوي جدا هيخليك انك قادر على حل المشاكل، فبالتالي ده هيخلي عندك استقرار اكتر في حياتك، هيخلي عندك هدوء. في مشكلة او في حاجة كنت بتعاني منها وفي خوف انت داخل عليه في 2020 وحاتل همه جدا، شايف ان هو هيكون هم كبير بتفكر فيه كتير مؤخرا في 2019، وعارف ان هي حاجة قلقاك وقلق حياتك وبيتك، ولكن هتلاقي ان في مفاجأة هتبدأ ان هي تخليك انك تبقى خلاص بقيت راضي اكتر، او بقيت استقريت، هديت، عرفت الحل ايه، عرفت النتيجة هتكون ايجابية، فبالتالي ارتحت. فده برج الاسد. ولكن يعني مع بعض النصائح اللي هنبدأ ان احنا نقولها في 2020 ان شاء الله لبرج الاسد بالذات، يعني هتفرق كتير معاك، وهتفرق جدا جدا، ان تخلي 2020 سنة رائعة علينا. 2020 هي سنة مميزة من حيث الارقام، فهتبقى سنة يعني اغلبيتها هتكون حلوة على مجموع كبير من الناس، ومنهم برج الاسد. خلوني اتكلم على البرج اللي بعد كده، وهو برج الجوزاء. برج الجوزاء هتبقى عندك اكثر استقرار، اكثر هدوء، ولكن في ضغط وعمل، يعني في ضغط كبير، ولكن الضغط ده هيكون مريح لبرج الجوزاء. يعني هو برج الجوزاء اللي عايز انا اضغط على نفسي، انا هضغط على نفسي جدا جدا عشان اقدر اوصل لهدف معين او اوصل لحاجة معينة، والنتيجة لبرج الجوزاء هتكون مرضية جدا جدا، فبالتالي ده هيسبب لهم استقرار وهدوء. برج الجوزاء يمكن من الابراج اللي هي اضغط عليا وتعبني جدا، وما نمش الليل، ما نمش خالص، ممكن اقعد باليومين ثلاثة ما نمش، بس في حاجة انا بحبها وشغل انا بحبه وهقدر اني انا اساعد فيه ويساعدني، والنتيجة تكون مرضية بالنسبة لي. وقت لما الاقي حاجة زي كده وقتها انا ممكن اكل في الحديد عادي جدا. فده طبيعة برج الجوزاء، ان برج قوي جدا، ولكن ظاهريا الناس بتفكر ان هو كسول، ولكن هو مش كسول تماما، هو اديله حاجة بيحبها بس، وده اللي هيلاقيه في 2020. يعني في 2020 هو برج الجوزاء اللي عايز يكون افضل كتير. خلوني اتكلم على البرج اللي بعد كده، وهو برج الحوت. برج الحوت هيكون عنده كتير قوي قوي من التقلبات الايجابية في حياته، وده هيخليه عنده استقرار وهدوء. برج الحوت عايز ان هو يسعى مع نفسه، وبيضغط على نفسه عشان يكون، مش بيضغط على نفسه بشكل كبير، ولكن هو هادي وبيتعامل بهدوء وبفكر وببساطة جدا جدا، وده بيساعد برج الحوت في ان هو يعني يبقى ماشي في طريق النجاح، ان هو يكون هينجح، ان هو يوصل لخطوات ويوصل لنجاح، ولكن بطريقة هادية عشان يعرف يفكر بشكل صحيح. ده هيساعد برج الحوت اكتر على انه يكون استقرار وعنده هدوء، وكمان عنده هدوء من ناحية المشاكل الاجتماعية، وان كتير برج الحوت هيكون عنده بعض الازمات المادية، ولكن هيبدأ ويقرر اني لا انا هعتمد على نفسي، وهينجح جدا في اعتماده على نفسه،
كمان من الناحية العملية برج الحوت هيكون عنده نجاحات قوية جدا، وده هيساعده ويأهله ان هو يكون عنده استقرار مادي او استقرار عملي. كمان من خلال الوضع العاطفي هيلاقي حب رائع جدا وحب مميز هيساعد برج الحوت في ان هو يكون بيدعمه، ان هو الحب ده هيبقى بيدي لبرج الحوت قوة، وبالتالي ده هيساعد جدا برج الحوت في ان هو يكون افضل احسن 2020 بالنسبة له. هتبقى سنة فيها تفاؤل بشكل كبير جدا جدا وبشرات ايجابية ومفاجآت رائعة جدا، فده هيسبب لبرج الحوت كتير قوي قوي من الهدوء والاستقرار وراحة البال اللي هيبقى حاسسها في ضغط، ضغط هو راضي عنه، ولكن هو بيتعامل برج الحوت مع الضغوط بهدوء جدا وبفكر واستقرار في نفس الوقت. يعني هو نفسه عايز يستقر، عايز يفكر بطريقة مستقرة، فطبيعة برج الحوت، ولكن هيكون من ضمن أكتر الأبراج استقرار وهدوء. دي كانت مجموعة الأبراج اللي هيكون عندها أكتر الأبراج اللي هيكون عندها استقرار وهدوء عن الفترة اللي فاتت. وكمان بالأغلب إن طبيعة الأبراج ديت ما بتبقاش عندها استقرار وهدوء معظم شهور السنة. فكانت دي أكتر الأبراج اللي عندها هدوء واستقرار. الأبراج التانية في أبراج عندها هدوء واستقرار ولكن مش بنفس النسبة القوية اللي عند الأبراج دي، وفي نفس الوقت عندهم ضغوط أكتر من الأبراج دي، فكر شغال، مشاكل اجتماعية ممكن يواجهوها، حاجات كتيرة جدا جدا. مش عايزين نطول في الفيديو أكتر من كده، ولكن هي كانت دي مجموعة الأبراج. بشكركم جدا وبعتذر إن أنا طولت الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.